ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الاسد. برج الاسد هتكلم عليه النهاردة في توقعات الاحساس ومشاعر وتفكيره في شهر يناير لسنة 2020. برج الاسد الملوك بتوع قلبي. عامة برج الاسد انت عندك تفكير في حاجات كتير جدا، دايما مشغول بالتفكير. انت 48 ساعة في ال 24 ساعة اليومية بتفكر في حاجات كتير جدا. انت بتفكر في التغيير، في تغيير اسلوبك، في تغيير الطريقة بتاعت كلامك، ممكن يكون التغيير في التعامل مع الحبيب، مع الحبيبة، مع الاهل. يعني ممكن يكون المعاملة بتاعتنا بدل ما تكون بنكون عصبيين ومنعرفش نتمالك في اعصابنا وبندب على طول، لا، ممكن يكون ان احنا بقينا نعرف نمسك اعصابنا اكتر، بقينا نكون اهدى شويه، بقينا بنعرف نفكر قبل ما بنتكلم، لان من طبعنا طبعا ان احنا عصبيين جدا. يعني برج ناري اصيل. كمان برج الاسد انت بتفكر قوي في موضوع شاغل بالك من نهايه 2019، وده مأثر عليك جدا. يعني انت متأثر قوي بالموضوع ده وعايز تنجز، عايز تنجز حالك جدا في شهر يناير، خاصة عايز تنجز كمان الأيام في شهر يناير. يعني عايز تخلص حياتك أو تخلص اللي انت بتعمله في حياتك، سواء ممكن يكون على فكرة تغيير منزل جديد او توضيب لمنزلك او سيارة، او في بتوضب عربيتك، حاجة من النوعية دي. كمان ان انت ممكن يكون بتجدد علاقتك العاطفية او بتحاول انك تصلح علاقتك العاطفية. كتير منكم بيحاول يعمل حاجة في تغيير انت عمال تسعاله جدا بقالك فترة، وفي نفس الوقت انت عايز بقى خلاص زهقت، فانت عايز في شهر يناير ان انت اخلص بقى الموضوع ده. يعني الموضوع ده طول معايا وانا اتخنقت منه، ولو اتخنقت اكتر من كده انا هرمي توبته خالص وهبقى زهقت من الموضوع، ويعني طز في كل حاجة. وده برج الاسد بجدارة بيعمل ده. فانت عشان كده بتسعى انك تخلص بدري بدري وتنجز حالك في شهر يناير، ان انت توصل للي انت عايزه عشان ما تزهقش، يعني او عشان بعد كده ما يحصلش مشاكل، لان انت متوقع المشاكل او متوقع الخلاف عامة. كمان يا برج الاسد انت كتير جدا منكم بيفكر في تغيير مكان العمل، او ان هو ازاي يثبت نفسه في مجال العمل ويثبت الاشخاص المش كويسين، الاشخاص اللي هم بيتمنوا ليك الشر، او ان هم عايزين يمشوك من الشغل، او ان هم بيعملوا لك مكيدة معينة، او بيحاولوا يزهقوك من العمل او في مجال عملك ايا كان المجال ايه على فكرة. فانت قد ايه متغاظ منهم، فانت عاوز يا اما تسيب لهم الشغل ده وترتاح، يا اما ان انت تثبت وجهة نظرك ان انت افضل واحسن منهم وان انت اقوى منهم، وان هم قد ايه بيغيروا منك، وعايز تثبت ده لرئيسك في العمل جدا. وعلى فكرة هتقدر توصل لده. عامة احنا حاليا بنتكلم في طريقة تفكيرك ومشاعرك وايه اللي انت ناوي عليه، يعني بنجيب الخبايا اللي موجودة جوه برج الاسد. طبعا برج الاسد محتاجة منكم تحت في التعليقات تقولوا لي الكلام ده صح ولا لا. كمان يا برج الاسد انت بتفكر جدا جدا في انك تقرب من بعض الاشخاص. كمان ممكن يكون الاشخاص اللي انت بتحاول تقرب منهم هم اشخاص هيبقى انت ليك مصلحة عندهم وهم ليهم مصلحة عندك، زائد ان انت مش باصص لحتة المصلحة قد ما باصص لفكرة القرب، ان انت بتحبهم جدا يا برج الاسد. الناس دي يمكن فارقين معاك قوي وانت يمكن زعلان ان انت كنت بعيد عن الناس دي، فبتحاول انك تقرب منهم اكتر، وبتحاول ان انت تكون بجانبهم او بصفهم اكتر. كمان يا برج الاسد انت هتقدر تعمل ده، وده هيزود عندك من احساسك بالايجابية واحساسك قد ايه ان انت هتكون مبسوط بالوضع الاجتماعي اللي هيكون مميز او في شيء هيميزه، فبالتالي هيقلل عندك من الضغوط السلبية اللي ممكن تكون موجودة عن طرق تانية، او بعض المشاكل اللي موجودة في حتة تانية. كمان يا برج الاسد انت بتفكر جدا جدا في انك ازاي تبقى محافظ على برستيجك وعلى كبريائك وعلى ثقتك في نفسك ان هي ما تتهزش، وان انت قد ايه تبقى محافظ على قوتك. وعلى فكرة الموضوع ده هيساعدك جدا جدا في تحقيق حاجات كتيرة من اللي انت عايزها. يعني كمان الوضع العاطفي هيساعدك فيه قوي، البرستيج بتاعك وطاقتك وشخصيتك وحركاتك وقوتك، وانك كمان في موضوع انت هتبدأ انك ترمي طوبته، يعني ده غير اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. يعني في موضوع انت مشغول بيه وعايز تنجزه، غير في موضوع انت رميت طوبته دي، يعني انت مليت شوية، فبالتالي خلاص
خلينا نفكر في حاجات تانية. هوب هتلاقي الموضوع اللي انت شلته من دماغك جاي لك يجري. نعم يعني انت جاي بعد ما انا شلتك من دماغي يعني ايه؟ فانت هتلاقي ده جدا، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون عمل انت سعيد فيه قوي قوي، وفي الاخر لما فقدت الامل فيه جاي العمل ده يتصلوا بيك يقولوا لك يلا تعالى احنا مستنيينك. واو ايه ده؟ فده موجود جدا جدا. كمان يا برج الاسد انت عندك من احساسك ومشاعرك العاطفية قد ايه هتكون مميزة وقد ايه هتكون رائعة، فيها بعض التكات، بعض اللخبطة، الحاجات اللي من النوعية دي، ولكن كل ده هيعدي، مش عايزين نركز فيه. اللي انا عايزة اقوله لك من احساسك ومشاعرك في الحب ان انت هتكون مشاعرك كويسة، فيها تحسين في الاحوال العاطفية، ده هيساعدك جدا في تحسين الوضع النفسي بالنسبة لك. يمكن الوضع النفسي هيكون متأثر من الناحية الاجتماعية، من الاشخاص الحاقدين، من الضغط في العمل، من انك انت الاشخاص في العمل. يعني عايز اقول ان برج الاسد مش مضغوط في العمل قد ما هو مضغوط في الاشخاص اللي حواليه من العمل. كمان يا برج الاسد انت بتفكر جدا جدا، بالذات مرأة برج الاسد، يعني بالذات المرأة بتفكر جدا في حتة ان هي المرأة اللي بتشتغل. كتير منكم بيفكر في حتة ان هو زهق من الشغل الفترة دي، لان مرأة برج الاسد هي حاسه ان هي مضغوطه اكتر. يمكن رجل الاسد متعود على الضغوط فعادي بالنسبه له، لكن مرأة برج الاسد لا، مضغوطه جدا، مضغوطه جدا، فمش قادره ان هي تكمل او ان هي تواصل على ده، فمحتاجه زي نوعا ما من الاجازه، محتاجه ان هي تفصل، محتاجه جدا جدا لخروجه، لفسحه، ان هي تقعد مع اشخاص هم بيحبوها وهي بتحبهم. كتير جدا من مرأة برج الاسد عايزه ده ومتطلبه جدا ده في حياتها. قولوا لي تحت في التعليقات الكلام ده صح ولا لا. كمان الوضع العاطفي كتير منكم للناس اللي هم مش مرتبطين او عندهم مشاكل عاطفية، كتير منكم عايز ان هو يرتاح بقى عاطفيا. يعني خلوني اقول لكم خلاصة النقطة دي ايه، ان برج الاسد بيسعى جدا جدا ان هو يكون مرتاح، عايز يريح باله، عايز ان هو يخلص الهموم اللي وراه ديت ويبقى يحولها لايجابيه، عايز ان انا اكون اروق بالي، ان انا اخرج، ان انا اتفسح، ان انا اعمل حاجه جديده، في تغيير في حياتي يوصلني ليه شكل ايجابي. كمان يا برج الاسد انت عندك تفكير ايجابي جدا جدا من الناحيه العمليه، وعندك طموح عمليه، طموح دراسيه، بسبب ان انت عندك اشخاص محفزين ليك. كمان عندك طموح للتغيير، وهتحاول وهتكون قادر على الانجاز في شهر يناير عشان انت عندك اشخاص محفزين جدا ليك، يعني بيدعموك بالخير، بيدعموك بالكلام الايجابي، بيدعموك كويس قوي قوي، على الرغم ان عندك بعض الاشخاص الحاقدين عليك، لكن عندك ناس كتيرة ايجابية محفزة ليك. ويمكن ده شيء بسطك جدا، وانت مبسوط من حاجة زي كده ومبسوط من الدعم ده، فده هيكون داعم اكتر. يعني فكرة ان انت تكون مبسوط ده داعم اكتر لنفسيتك، فبالتالي بيكون عندك انك عايز تنجح موجودة، الحتة دي موجودة عندك. كمان يا برج الاسد انت بتفكر جدا جدا في حتة انك متوتر من موضوع انت قلقان منه ان يحصل العكس. يعني انت ماشي على طريق ايجابي جدا، ولكن بتكون على عامل زي عندنا في مصر كده بنقولها على كف العفريت، يعني قلقان قاعد متوتر من موضوع ممكن يحصل بشكل مفاجئ، هوب يقلب عندك الدنيا مرة تانية زي اوائل او 2019 عامة، عشان هي كلها كانت سنة بايظة. فعامة انت خايف جدا ان الاوضاع تتقلب. ليه؟ لان انت عندك 2019 انت التأثير السلبي من اشخاص معينين، من مواقف معينة لسه انت ما خرجتش منها، فكل ده مأثر عليك بشكل او باخر، ان انت خايف انك تقع فيه مرة تانية، فده كله بسبب السنة اللي كانت بايظة. عامة عايز اقول لك ان، او خلوني اقولها كشكل نصيحة، ان انت ليك حق انك تخاف وليك حق انك تقلق، لان انت هتعمل حساب قوي. يمكن في 2019 انت ما كنتش عامل حساب الخلاف، ما كنتش عامل حساب انك الدنيا تتشقلب معاك، لكن انت في 2020 انت اتعلمت ده، وده من بداية عندك يناير انك متعلم ده قوي، متعلم ان انت ازاي تاخد بالك ان لو الدنيا حصل فيها هتحصل تشقلبه، هعرف اعمل اخد جنبه، او اعرف اتخذ القرار الصحيح اللي هو ينجدني من المشكلة دي.
كمان زاد ان انت بقى عندك التركيز اكتر، يعني بقى عندك انك تقدر تركز في حاجات كتيرة. ده موجود فكرك في ان انت بتفكر كتير في ان انت لا هاخد بالي من هنا وهاخد بالي من هنا والعمل كذا، لا انا بس متحمل فترة بعض الحاجات ولكن هقدر اكمل حاجات تانية. عندك طاقة حسد قوية جدا مأثرة عليك وعلى طريقة احساسك ومشاعرك وعاطفتك، لكن كل ده انت هتقدر تتعامل معاه وهتعرف تفكر انك تعرف تخرج من المأزق ده. احنا على فكرة برج الاسد عنده احساس وتفكير مشاعر في حاجات كتير جدا جدا، لكن حاولت ان انا انجز بعض الكلام وفي حاجات تانية كتيرة جدا، ده ممكن نبقى نقولها على توقعات النص التاني ان شاء الله. عامة يا برج الاسد بشكركم جدا وبتمنى لكم كل الخير من كل قلبي وبتمنى لكم كل السعادة اللي في الدنيا. برج طيب جدا واحن الابراج برج الاسد. بشكركم مرة تانية، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.